مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره ويعني نجم طالع اليومين دول. كابتن احمد مساء الخير. يعني نجم طالع في المشاكل، سخير يا كابتن سيد. شفت النهارده نجم شباك انت الايام دي، نجم شباك. في ناس في الخناقات بس. في الخناقات دي ربنا بس ما يجيب خناقات بسيطه ان شاء الله. كابتن احمد، النهارده النادي الاهلي قدم شكوى رسميه لخالد قمر ومعروف يوسف، مظبوط؟ تمام. الاهلي قدم شكوى ضد اثنين لاعبين، خالد فرج قمر ومعروف يوسف. الشكوى جت بعد الظهر وكملت ان شاء الله باذن الله هتمشي في خط سيرها زي اي شكوى بتيجي. طيب في حاجه بس عايز اتاكد منها كابتن احمد، في حاجه اسمها لو طالما ابتدى الدوري الممتاز ما تقدرش تشتكي الاثنين لعيبه ولا مالهاش علاقه؟ لا بص يا كابتن سيف، الشكوى لم تنظر. هتنظر عشان بس يعني رايحك، طالما لسه الشكوى ما نظرتش وما شفناش الورق ما حدش يعرف مين اللي هيتعاقب ومين اللي هيبقى صح. لا انا مش بتكلم يا كابتن، مش بتكلم على كده خالص، ماليش دعوه بالشكوى، انا بتكلم في حاجه تانية. انا بتكلم لا ان انا النهارده حضرتك باش اي نادي بيشتكي. لا 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 يا فندم، انت النهارده من حق اي نادي او اي طرف من الاطراف انه يتقدم بشكوى في اي وقت. في الاخر اللجنه اللي هتقعد هتنظر كل الامور اللائحيه من جميع الجوانب وهتعرض الامر على مجلس اداره الاتحاد اللي بيكون قراره نهائي. انا كابتن قراره مش نهائي خالص، يعني بيكون قرار ثم بيكون نهائي، ده لو حصل تظلم بعد كده و تمام. انا مش قصدي كده كابتن، انا قصدي ان اللائحه بتسمح ان اي انا فاهم قصدك يا كابتن. من حق اي حد انه يشكو في اي وقت. هل ليه مده معينه يا كابتن احمد؟ انا بس يتم تقرير اذا كانت الشكوى دي في ميعاد قانونيه او غير قانونيه او بعد المواعيد او قبل المواعيد. انا فاهم قصدك. انت فاهم قصدي وبتخلع مني بالظبط. يعني مش هتقول لي ولا لا؟ لا، هي المسألة أنت بتقول لي في لاعب الاتحاد الدولي بيقول إن في خلال الشكوى ما بتنظرش، ولاحقنا كمان إن في خلال عامين. إيه بقى الحالة؟ هي في أنهي حالة من الحالات اللي موجودة في اللائحة؟ كل حالة بتنظر لوحدها. تمام. طب خدني واحدة واحدة بقى، معلش عشان الناس تفهم، لأن الناس الأمور تعقدت ومعانا ناس فهمها ضعيف، فلازم كل الناس تفهم. دلوقتي يوم الخميس الجاي ده مؤمن جه النهاردة وأقر، قال لحضرتك أنا دي إمضتي وبعت اعتذار لنادي الزمالك وتمام واقر، مظبوط كده؟ تمام. هو الراجل هو جه في وجود كان موجود ال المحامي بتاعه وموجود المستشار حلمي عبد الرازق والاستاذ هشام عبد رب والمحامي اللاعب، وكان في حضور المستشار حسين حلمي مستشار قضايا الاتحاد، المستشار محمد المشطه مستشار قضايا الاتحاد، والاستاذ وليد العطار مدير لجنه شؤون اللاعبين او مدير اداره شؤون اللاعبين، ومجموعه الاداره كلها كانوا موجودين. في وجود كل دول هو الراجل اللاعب لم ينكر توقيعه لنادي الزمالك، قال انا وقعت على اعتبار انهم هينهوا الاجراءات مع نادي انبي، وما صغرش ضده ما يسيء لنادي الزمالك. تمام. بس هو الراجل جشب بنفس الورق، قال انا مضيت وكل الحكايه، فقلنا له خلاص، قال خلاص انا هكتب الكلام ده في ورقه وبعتها، وبالفعل كتب الورقه وبعتها. تمام. طيب دلوقتي حاله مؤمن زكريا. تمام. اللجنه يوم الخميس عندها اجتماع. انا بتكلم على الحاله دي مثلا، انا بتكلم على مؤمن قدامها بالظبط، هو قدامها الحاله. هل اللجنه محتاجه استبيان في مثلا من نادي الزمالك، استبيان من نادي انبي كلام، لان الحاله ما فيهاش الاهلي. الحاله ما فيهاش الاهلي، الحاله فيها اللاعب ونادي الزمالك ونادي انبي، ثم ظهر توقيعه للنادي الاهلي في الاخر. تمام. لكن حضرتك بالوضع ده اللجنه مش محتاجه الولد تاني خلاص. لا هو مش هو على فكره احنا كان ممكن نكتفي بالورقه اصلا لو جت الورقه بس. هي الفكره كلها ان انت بتقول اللاعب ده، هي مهله السبع ايام اللي هي بتمشي اوتوماتيك في كل شكاوى اتحاد شؤون اللاعبين في اتحاد الكوره، هي مجرد ان انت ايه، لو نادي عنده مستندات معينه عايز يقدمها، او نادي يقول لا ده انا لازم، انا محتاج ان انا اجي عشان اقول انا عندي عرض عايز اعرضه، لو لاعب مشكو في حقه فيقول لا ده الاوراق، ده انا عايز اطلع على الورق، لا ده الكلام ده مش مظبوط، انما خلاص هو الفكره كلها لسه خلصان الموضوع. اصبح واضحا الى حد ما قدام الاتحاد. في كل الاحوال اللجنه كانت هتنعقد، يعني افرض ان الولد ما جاش وكمل السبع ايام، اللجنه كانت هتنعقد لان قدامها شكوى. ممكن يجوز للجنه انها تتخذ قرار في الحاله، لكن في الاخر لما المجلس ان شاء الله باذن الله يكتمل يوم الاحد، يكون قدامه قرار، يكون قدامه قرار الموضوع
الموضوع كامل ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب. ما يخص اللاعبين الاخرين هو وارد جدا مثلا راى لاعب ان هو يبعت جواب على طول يقول والله الموضوع كذا 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 واحتمل هذا الامر قدام اللجنه يوم الخميس، فهيكون في برضه توصيه اللجنه فيما يخص الامر. انت حضرتك بعت لنادي الزمالك برضه جواب النهارده؟ لسه ما هي لما جه شكوى مؤمن ثاني على طول، لما النادي النهارده بيجي يشتكي ثاني يوم بنبعت على طول. يعني حضرتك هتبعت له جواب بكره برضه تديله اسبوع؟ بكره عشان بحكم الاربع بس بكره اجازه. بعيد بمناسبه عيد المسيحيين يعني. كل سنة ومصر كلها بخير. ان شاء الله باذن الله يوم الخميس الصباح بتمشي على طول. على فكره اي شكوى يعني لو في شكاوي ثانيه جت النهارده برضه نفس الحاله هتمشي يوم الخميس الصباح. والله لو اللعيبه عارفه وعندها الرد على طول وحابه ترد اهلا وسهلا، ما ردش الشكوى من حقها اللجنه من حقها انها تنظر في جزء من الامر وتنتظر استكمال الورق او لا. تمام. انت كابتن برضو نادي الزمالك هتديله اسبوع مظبوط؟ الجواب الاسطنبل عادي خلال سبعة ايام. بص خلال سبعة ايام دي هتلاقيها ال20 سنة اللي فاتوا اي حد بيشتكي نادي بيشتكي لاعب وكيل كل حاجة هو بتروح تدي المهلة السبعة ايام دي على طول على اساس انه يرد، لكن يجوز انه يرد قبلها يجوز انه يرد تاني يوم. تمام. يجوز ان انت توقف اللاعب في جميع الاحوال لحين اتخاذ القرار. ايوه هو بس السؤال ده، هل النهارده حضرتك اللجنة ممكن توقف الاثنين لعيبة لحين التحقيق معاهم؟ مادة 11 من لائحة اتحاد الكورة الجزاءات 9 ألف ان يجوز لها في جميع الاحوال انها توقف اللاعب لحين اتخاذ القرار، قد ترى ان القرار ده ان في لسه ما استكملش ومحتاج ان انت تكمل منه ورق ومشاركة اللاعب او لا، قد تسبب مثلا مشكلة او اثارة او لسه مسألة حالة قيد نفسها فيها كلام او فيها تفاصيل وارد جدا انها توقف اللاعب لحين اتخاذ القرار. طب اللائحه يا كابتن بتقول عند ثبوت ان هو يبقى حاله خالد قمر يجوا زي ما من كده يقولوا احنا وقعنا من شهر لست شهور وغرامه على النادي، صح كده؟ والله بص يا كابتن سيف الامور حاله اللاعب المحترف فيها الف ب ج تمام؟ سيستم كده يعني هو وقع، لو انت مش كامل الامر قدامك يجوز انت توقفه لحين اتخاذ القرار، كامل قدامك ايقاف من شهر لستة في غرامه ماليه تقدرها اللجنه بس. تمام. لكن عقده مع نادي الاصلي اذا كان اللاعب حر، يعني افرض الحاله دي اللعيب حر فري في اول السنه بيلغى جميع مستندات القيد اللي متقدمه دي وبيجي يوقع قدام مسؤول القيد في الاتحاد. تمام. يعني يا كابتن بكره الاثنين لعيبه بتوع الزمالك ماتش بكره المقاولين ملوش علاقه بالموضوع خالص، هيلعبوا عادي خالص. بالنسبه لمؤمن في ماتش هو راح للزمالك جواب يقول ان هم واقفين لسه، هيروح بكره حتى الان تحقيق. مش هيروح بكره هو هيروح جواب الزمالك اللي هو الجواب اللي هو الشكوى اللي هيتقال فيه الشكوى اللي هو زي مؤمن زي حاله مؤمن. تمام. مؤمن اللجنه موجوده ممكن توقف اللعيبه لحين اتخاذ القرار، ممكن توقف حد وما توقفش حد، ممكن يعني كل حاله هتقوم. تمام. مؤمن المشهد كده كابتن مؤمن مش هيلعب المصري، يعني مؤمن خلاص جه اعترف وعارف ان هو مستني عقوبه من شهر الست. يعني ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللجنه يعني هيبقى فيها القرار لو اتخذت قرار، لان اللجنه مش هتقول شهر او شهرين او ثلاثه او سته يوم الخميس، لان دي هتنتظر اجتماع مجلس اداره الاتحاد ان شاء الله باذن الله يوم الاحد. تمام. طب سؤال يا كابتن سؤال انما تملك انها توقف اللاعب لحين اتخذ القرار او لحين انا بقرار. تمام. جم حضرتك دلوقتي انت خدت قرار الخميس كويس وخدت ايقاف اللاعب وجي قبل يوم الاحد مجلس الاداره، جه النادي والاهلي والزمالك اتصالحوا يقدروا يسحبوا الشكوى؟ بص يا كابتن سيف، هي فكره مساله سحب الشكوى من عدمها هي الفكره ان انت الشكوى لم تنظر اصلا، فالحاله ما ثبتتش عند الاتحاد وما تعرضتش وما اتحطتش في محضر اللجنه وما تقدمتش لمجلس الاداره، لكن بعد نظر الموضوع لا انا ما اظنش ان يعني ما اظنش ان المجلس ممكن يكون يوافق، لان بتبقى الحاله خلاص ثبتت. يعني معنى كده الحاجه اللي انا احب اقولها النهارده ان بصرف النظر طبعا احنا ممكن كاتحاد مش طرف، لكن انا احب بس يعني اسمن طبعا من حق النادي الاهلي انه يتخذ اجراءاته وما يراه وانه يشكو ما يريد ولا يتنازل عن ما يريد، بس انا بس احب النهارده ان انا اسمن على اللي عمله المستشار مرتضى منصور ان الراجل قال انا ما يهمنيش، وعلى فكره كان قبل ما الاهلي يقدم شكوته في اللعيب يعني الاهلي لسه ما قدمش الشكوى، وبعد الراجل قال ان هو ما عنديش اي مشكله ان احنا وقدا للفتنه ان انا اقدر نسحب شكوى هو زكريا، ان كان يهمني مساله ادبيه، اول حاجه ان هو طلع في الاعلام ان هو اللاعب لم يوقع ودي مساله هو شايف انها لا تليق
بنادي الزمالك. ثاني حاجه ان حصل تصريح في بعض الجرايد والمواقع ان حصلت مطاردات وتهديدات. هو قلنا له الولد لا الولد لم ينكر توقيعه، يبقى دي نمره واحد يعني ما فيهاش مشكله، يبقى ده السبب الاول انتفى. السبب الثاني هو الولد وهو بيرد على الشكوى كتب ان هو لم يصدر منه ما يسيء لنادي الزمالك. طب انا سمعت كابتن النهارده برضه السببين السببين دول اللي هم بتوع اللي اثاروا الموضوع في البدايه هو الولد الولد رد عليهم. طب هو انا سمعت النهارده بقى ان هو تنتهي المساله ان اتفقوا ان الاثنين سحبوا او لا، دي ما تعنيناش كابتن حاتم. تمام. انما انا بس احب اقول اللي انا شفته النهارده قدامي. طب انا سمعت النهارده برضو ان كلام مستشار مرتضى منصور معاكوا يعني في الغرف المغلقه، على حسب ما سمعت ان هو قال يعني المخطئ ياخد غزاوه، انا ما يفرقش عندي حتى لو اثنين لعيبه من عندي غلطانين يتوقف وما فيش مشكله. هو قال هذا الامر. قال دي نمره واحد. قال نمره اثنين ان مش هفضل طول العمر حد يقول لي طب السنه الجايه في ده فلان وفلان ماضيين. دي قصه برضو لازم تنتهي. لكن برضو في نفس الوقت قال ان احنا على استعداد طالما الولد ما طلعش ان هو اساء للناس، وطالما ما انكرش التوقيع لنادي الزمالك مش نادي صغير عشان يقدم عقد مصور. هو الراجل قال كده، انا بقول لك كلامه هو بالنص. فاحنا ما عندناش مشكله بصرف النظر عن لاعبي النادي. انا بقول لك اللي انا سمعته النهارده قدام غالبيه اعضاء مجلس اداره الاتحاد والسيد رئيس الاتحاد. تمام. الراجل قال هذا الكلام، فالحقيقه قد ايه مبادره يشكر عليه. طبعا كون النادي الاهلي انه هو يرى ان هو مستمر في شكواه او شايف ان له حق، دي حاجه طبعا احنا كاتحاد ما عندناش مشكله. احنا في الاخر الموضوع ولا كاننا سمعنا كل الكلام ده، بيبقى اللوائح قدامنا ورق ولوائح وهيطبق. ربنا يقويك يا كابتن احمد، ربنا يوفقك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره، اصبح دلوقتي الموضوع ما يعني واضح جدا.